مرحبا، حلقة جديدة بنترفي عليكم مشاهدينا لليوم من بي ماي جاست. اليوم ضيفتنا أخصائية تغذية مادونا نفع تنحكي عن موضوع الكوليسترول يلي بهم كتار من الأشخاص يلي عم يحضرونا. فيكم تتواصلوا معنا عبر الفيسبوك بيج الصدى تي في وعبر رقم التليفون 03-435-875 تتقدروا تتواصلوا معنا تخبرونا عن الإيفنتس اللي عندكم هون بفصل الصيف. بدي أعتذر عن صوتي لأنه أنا مبحوحة شوي اليوم. مادونا خليها نحكي أكثر مني بهالحلقة. أهلا وسهلا فيك مادونا. اليوم موضوع الكوليسترول بهم كتار من الأشخاص اللي عم يحضرونا. أول شيء شو يعني كوليسترول؟ أتوقع تكون عنده كوليسترول. أوكي، الكوليسترول هو دهن موجود بالدم لازم يكون بمعدل معين. كل ما بيتخطى فوق يعني 200 ميلي جرام بير ديسيليتر هون خلاص بيصير في عنا أمراض. بروح على أمراض القلب والشرايين والجلطات وكل هالأمور. من شو بيجي؟ من عدم الانتباه على الأكل. صحيح، من الدايت، طريقة نوعية أكلنا، وأكيد اللايف ستايل، يعني إذا واحد بيدخن، قلة الحركة وكل هالأمور أكيد جيناتيك اللي كمان ممكن تأثر وراثياً. في منهم وراثياً بيكون عندهم استعداد أكتر لحتى يكون عندهم كوليسترول عالي بالدم. أكيد لازم يتابعوا حالهم مع الطبيب. أوكي. طيب، لكن اليوم حبيت خصص هيدي الحلقة بس مشان المرضى اللي بيعانوا من كوليسترول عالي. بتعرفي أمراض القلب والشرايين كتير عم بتزيد وهي السبب الرئيسي للوفيات بلبنان وبالعالم. صح. اوكي، ومشان هيك حبيت اليوم احكي عن بلان الهارت فاونديشن ببريطانيا عملتها اسمها UCLP او Ultimate Cholesterol Lowering Plan. وهي عبارة بتقلنا للناس اللي عندهم هاي كوليسترول شو لازم نغير بالدايت، على اي انواع اكل اكتر لازم نركز عليها لحتى نرجلج الكوليسترول. اوكي، لكن في دايت معين لازم يتبعوه. صحيح. الاشخاص اللي عنده كوليسترول اكيد بيكون بيزد على اشياء اكثر من اشياء تانية، اللي هن شو؟ اكيد رح نبلش باول نقطه، رح نبلش اول شيء بنقاط شو فينا نغير الدايت. اول نقطه هي الفواكه والخضره. يعني على طول بنشدد وبنكرر وبنقول اهميه الفواكه والخضره بالدايت تبعتنا. لازم على القليل ناخذ 5 حصص من الفواكه والخضره يلي هي مقسمين بين 3 حصص خضره وحصتين من الفواكه. بس نحكي حصة من الخضرة يعني عبارة عن كوب مثلا من الخضرة أو سلطة أو ملعقتين كبار من الخضرة المسلوقة، يعني مثلا بازيلا. هاي يعني حصة. أوكي. بس نحكي حصة فواكه، يعني هي عبارة عن فواكه حجم وسط مثلا تفاحة، نجاسة، موزة، أو فواكه مجففة مثلا ملعقة كبيرة مثلا زبيب. عطول نحن منركز على الفواكه والخضرة أكيد لأنه بتحتوي على الألياف اللي هي بتوطي الكوليسترول، وبتحتوي على الانتي أكسيدنت، يعني هي كومباوند موجودين بالخضرة والفواكه واللي هي بتحمي الخلايا من الأكسدة. والهاي كوليسترول بالدم هو عامل أكسدة، بتأكسد بالشريان خصوصا إذا هو المريض عم بيدخن. يعني هون مع بعضهم يعني فعلا كارثة للشريان. لكن لكل الاشخاص اللي عم بيدخنوا او عم بيقرقلوا بيعتبروا انه هذا الشيء ما رح ياثر على صحتهم. يعني اليوم مادونا عم تاكد لنا انه بتاثر كثير على الصحه. على فكره وقت يكون عندنا حلقه مع مادونا تكون جايبت لنا اشياء طيبه ما فيني انا ملقمش. هيدي مشكله اللبناني على فكره مادونا، بس اليوم عم تشوف اشياء هيلثي قدامنا. المره الماضيه اكلنا بوزه وكل شيء في بوزه هون اكلناهون وخلصناهون. اليوم جايبت لنا اشياء هيلثي تخبرنا عنها اكثر. شو هو ليه؟ وليش المقصود يكونوا اليوم بحلقتنا؟ هولي أطعمة بتخفف من مستوى الكوليسترول بالدم. يعني لازم مريض الكوليسترول يركز عليها، رح نحكي عليهم أكثر بعدين. بس أول شيء كنا عم نحكي عن أول نقطة عن الفواكه والخضرة. بتعرفي في ناس كمان ما بحبوا الفواكه الطازة، ما منحبوا هيك. بقى فينا تكون مثلا مسلوقة، فيها تكون فروزن، فيها تكون يعني بغير طريقة طبخ. فينا نحن يعني على طول نزيدها بالأكلات، يعني مثلا تونة سلط، فينا نزيد لها لوبيا مثلا معلبة، فينا نزيد لها بازيلا، فينا نزيد لها جزر. هيك أمور هيك بتعلي قيمة الغذاء تبع الأكل. على فكرة في كتير ناس جربوا البوزة وقت عملتيها بالستوديو عن جد وحكيوني وقالوا لي إنه كتير هين وإنه ياريت على طول منشوف هيك إشياء. ما مدى شيء صحيح إلا 5 دقائق وهي من الفواكه الطازة اللي مش هي موجودة. يعني إذا ما بحبوا الفواكه دغري فيها يعني بوزة أو فيها يعني يكلوا فواكه مجففة. أوكي. بالإضافة للفواكه والخضرة. النقطة الثانية هي إنه كل شيء أسمر.
اكيد كل شيء خبز، بدنا نجيب خبز الشوفان، خبز الخال، القمح كامل، الرز الاسمر، الباستا السمراء. هون اكيد بدنا ننتبه على كمان طريقه الطبخ، يعني الباستا بدل ما نعملها تشيزي وكريمي صوص، لا بنعملها صوص لايت، يعني مثلا بندوره وحبق، يعني الصوص كمان لازم تكون لايت خفيفه الدسم. صح. اوكي. بنوصل لثالث نقطه هي كثير مهمه، هي نوعيه الدهون. عطول نحن بنقول بتعرفي عندك نوعين دهون، عندك الدهون المشبعه او الساتوريتد فات والدهون الغير المشبعه. اوكي. هذا البلان بيقول انه لازم نخفف من الدهون المشبعه الساتوريتد. اوكي. هن اكثر شيء وين موجودين، يعني كل شيء مقالي وكل شيء غني بالدسم وبروستد. اكيد الحلويات ان كانت عربيه اللي هي داخلها كثير زبده وسمنه، يعني كل شيء وقطر. صحيح، القطر وكل هالامور. هلا بيسوى نورق من وقت للتاني ولا ابدا مريض الكوليسترول ما بيقدر؟ يعني في مرق، بس فينا مرقها مثل ما عملنا البوزة مننا بطريقة دايت، ليش لا، فينا كل شيء نعمله بالبيت حتى حلاوة الجبنة. يعني مرة أنا عملتها بالبيت بطريقة دايت، بكرة كمان شي مرة يلا الله رأس هل عن هذا الموضوع كثير سهل. بيجيب حلاوة الجبنة للعرض وحلاوة الجبنة لقلنا، طبعا كانوا ما استيج أحسن ما يخلص. لا بس عنجد شي كتير سهل، ما هالقد الواحد يفكر انه صعبة. اوكي. صح. وكمان كترة اللحوم، اللحوم فيها كمان كوليسترول ما ننسى وساتوريتد فات. يعني هون مريض الكوليسترول اكيد في مستحسن انه يبعد عنه. صحيح. أوكي. يعني مش انه اوكي ممنوع، في خفف منه افضل. اكيد ياخذ النوعيه اللي هي لايت، يعني اللحم الهبره، سيت الدجاج بلا جلده، والاهم هون انه ننوع بالبروتينات، يعني مره لحمه مره دجاج مره لا، نستخدم المصادر النباتيه اللي بتحتوي على بروتينات، يعني ان كان فاصوليا وعدس وفول وحمص. نعم. اوكي. واكيد هون طريقه الطبخ بدنا ننتبه، يعني الزبده والسمنه ممنوعه ابدا، نستخدم الزيت النباتي بالطبخ وزيت الزيتون بالسلطات. اوكي. بنوصل لاخر نقطه هي الاسماك الدهنيه، يعني اللي هي مثل السالمون، مثل التونه، مثل الماكريل، مثل التويت. هول الاسماك بنسميها دهنيه لانه بتحتوي على الاوميجا 3 والاوميجا 6 اللي هن كمان بيوطوا الكوليسترول. أوكي. يعني لازم نركز عليهم. صحيح، لازم على القليل بالجمعه مره من هالاسماك، من هالانواع الاسماك المرقه بالجمعه، يعني تقريبا 140 جرام. اوكي. اوكي. هلا هذا البلان كمان بيقول شو هن الفودز يلي فينا نمرقهم بالدايت تبعنا، واللي فعلا دراسات طلعت من زمان وعطول بتركز وبتقول انه هول الاكلات ثبتوا انه بيوطوا الكوليسترول، اكدوا انه بيوطوا الكوليسترول. نعم. رح نبلش اول شيء بالصويا ومشتقات الصويا. هلا رح ننتقل للاكلات يلي هي تبينت عبر السنين من خلال الدراسات اكدت انه هي بتوطي الكوليسترول عند مريض الكوليسترول. شو هي؟ نبلش اول شغله بتوطي الكوليسترول هي الصويا ومشتقاتها، يعني عم نحكي ان كان مثلا مثل ما انكم شايفين هون صويا محمص، يعني كتير هي نشتريها من السوق، فيها كتير. أوكي. طيب كتير طيب كسناك خفيف، كل ملعقة كبيرة فيها 24 كالوري بس. عشان هيك فيكم تحطوا الكيس بالمكتب و نتسلى فيها، بس تتسلوا فيها مثل ما رح نتسلى بالحلقة. اوكي. شي هلسي. او عنا حليب الصويا الموجود بالسوق عادي حليب. اوكي. هيك بنكون عم نخفف كل شيء مشتقات حيوانية، حليب بقر وجبنة وهيك، لا نستبدلها بمشتقات نباتية اللي هي مثل الصويا او حليب اللوز مثلا او غيرها. بتعرفي الصويا على طول بنحكي عنها لانه فيها الياف بيوطي الكوليسترول. اوكي. وحاطين لك كمان شو الاشياء المكونات. صحيح. فيها بروتينات. أوكي. ما ننسى البروتينات بتشبع، فيه كمان الفايتو استروجين. أوكي. شو هي؟ يعني هو هرمون نباتي اللي هو بيشبه الهرمون الموجود عند النساء الاستروجين، خصوصا للناس اللي بيعانوا، النسوان اللي بيعانوا من البري مينوبوز سيمتومز، يعني او المينوبوز بيكون عندهم هبات سخنه وعبقه وعوارض بقى. هون هيدا اكيد نتيجه الهبوط الاستروجين عنده. صح. بقى هون الصويا بعوض شوي. صحيح. شوي بتلعب دور لحتى نخفف هالعوارض. ما. اكيد ما ننسى الادامامي، يعني مش بس نروح ناخد سوشي نطلبها، لا نجيبها كمان على البيت لانه هلسي سناك. يعني بدل ما نحط كاسه بذرات فينا نكون عم صح وهيك بنشبع. الادامامي بدها دقيقتين وعن جد طيبه كثير بتشبع. صح. وما فيها كالوريز كثير. انجا هيدا الكاسه فيها 100 كالوري. اوكي.
اوكي واحد بيشبع لها فيها بروتينات 100%. اوكي هون عم نشوف. طيب ننتقل لتاني فود بيوطي الكوليسترول عنا الشوفان. يعني على طول لازم ندخل الشوفان بالدايت تبعنا، الخبز كان خبز الشوفان ان كان بسكويت شوفان احنا فينا نعمله بالبيت سهولة، او ان كان البوريج مثلا هلا صار كتير متوفر بالاسواق اللبنانيه. هي أوكي. عباره عن ساشي يعني بتحتوي على الشوفان. هو بريكفاست كتير مشهور بانجلند بسكوتلند بويلز. شو بيعملوا؟ بيجيبوا مثلا مج من الشوفان اوكي تغليها بثلاثة مج من الماء لعشر دقائق ربع ساعه، وبعدين فيك تزيدي لها مثلا صويا ميلك اوكي حليب، فيك تزيدي لها مكسرات نيه، فيك تزيدي لها فواكه مجففه. يعني تصور هذا الفطور المثالي خلينا نقول لمرضى الكوليسترول. هون عندك شوفان وعندك صويا وعندك مكسرات نيه شوي وعندك فواكه مجففه، واخذ وجبه كامله متكامله من خفف الكوليسترول. اوكي النقطه الثالثه عندنا المكسرات النيه. يعني ما معقول قديش بيحتوي على فيتامينات ومعادن وألياف وأوميجا 3 وكل هالأمور اللي هي كتير مفيدة للجسم. فول صويا صحيح، وفيها كمان هيدا الساشي اللي بإيد رنا موجود بالأسواق اللبنانية. أكيد. اوكي هي عباره عن فواكه مجففه ومكسرات نيه، وفيها كمان الصويا. يعني الواحد فيه ياخذه كسناك هيك على الطريق اذا لخ قلبه مثلا، فيك تحطيهم بالشنطه مثلا دغري فيك تاخديها، وهيك يعني بتعطيك الانرجي اللي بدك اياها. واهم شيء تكون مثل ما نكون شايفين نيه مش مقليه، يعني هي محمصه وتكون منها مملحه ومنها محليه. اوكي يعني. اصلا بيقولوا انه لازم للقلب كل يوم واحد على صحه السلامه ياخذ 5 حبوب. صحيح. لوز يعني قد خلينا نقول كف الايد، قد كف الايد صحيح لمسكره. يعني هولي فعلا بيوطوا الكوليسترول، لازم نزيدهم بالدايت تبعنا كسنكات. هم يقعوا. اوكي بنوصل لرابع نقطة اللي كمان بتوطي الكوليسترول، شيء بسموه بلانسترول اند ستانولز. هولي شو هن؟ هولي مركبات موجودين بالخضرة وبالفواكه بالمكسرات بالبذور ببذر الكتان بذر دوار الشمس. هولي المركبات تشبه الكوليسترول الموجود بالجسم. اوكي بقى شو بيصير؟ مثل تعمل كومبيتيشن بس لخدهم، بتعمل مثل كومبيتيشن مع الكوليسترول الموجود بالجسم، وهي جسم بيمتصه اسرع. بقى ما بتخلي الكوليسترول الموجود بالجسم يعني بتعيق من امتصاص الكوليسترول بالجسم. أوكي. وهيك بتخفف الكوليسترول. هول الكومباوند وين موجودين؟ بالسبريدز. للاسف بلبنان منه كتير موجود بوافر بكذا اكله، مثلا برا موجود بالحليب باللبن، بس بلبنان بس موجودين بالسبريدز. يعني هي عباره مثل شكلها مثل الزبده بس منها زبده، ولكن تحتوي على زيوت نباتيه مدعمه بهول الكومباوند. يعني فيك مثلا تطبخيها مع الستيك. بس تطبخيها مع الستيك خلص الجسم ما بيمتص الكوليسترول الموجود بالستيك. عظيم. بقى هيك بتكون عم تخفف الكوليسترول. حلو حلو، بيكون يعني عامل حمايه لهيدا الموضوع، بيعيق من امتصاص الكوليسترول. يعني كثير مفيد انه نستعمله بالطبخ. حلو. وبيبقى بالاخير نذكر كل المشاهدين وكل الناس اللي عندهم كوليسترول ما يعملوا رجيم اليمنتير من راسهم، يعني اكيد يستشيروا طبيبهم او يستشيروا اخصائي التغذيه حتى تقدر تكون عم تفيدهم بالمعلومات يلي عنديها، مثل ما خصصنا هالحلقه مثلا تكون عن جد فدتكم واستفدتوا منها. ولكل حدا على باله يتواصل معك مادونا، وين موجوده حضرتك؟ اوكي انا موجوده بمستوصف بلديه جديده بشري الساد. اوكي بشري الساد، وعندي كمان العياده الخاصه عندي بالزلقه. اوكي على الرقم 03664624. اوكي اهلا وسهلا فيك مادونا، على امل هالموضوع يكون هيك حلو واستفدوا منه المشاهدين. بشكر باخر هالحلقه كل يلي تابعونا، ما تنسوا تتواصلوا معنا عبر الفيسبوك بيج قصاده تي في، وبشكر سالو ايدي عن دادا ومحلات هارز بلو، وعذرا على صوت المبحوح. الى اللقاء بكره بحلقه جديدة.